اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع مدينه الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائيه المتقدمه في هذا الاطار لا سيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام وخلال اجتماع مع مستشاره لشؤون الصحة والوقاية دكتور محمد دعوة تاج الدين تابع رئيس السيسي مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة موجها بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحيه القوميه المختلفه، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا. وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج في هذا الاطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه. مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال موجها سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديثي الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عوض تاج الدين أعرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وقد وجه سيد رئيس باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة. كما اطلع سيد رئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك. صناعه المواد الخام